يعني ما هنش عليك تسيب البلد غير لما طلع الراجل معاش مبكر. العبرة بالخواتيم يا كومندار. وبعدين كان لازم اعمل حركة الاعتزال دي قبل ما امشي. يلا اهو غرف في داهية. عرفنا كتير خد جزاؤه. بقول لك يا خلود، ايه رايك في موضوع شركة الامن اللي بيتكلم عنها صفوان دي؟ مش بعيد طبعا، وارد جدا. خلي بالك هما حاولوا في الموضوع ده قبل كده بس ما وصلوش لنتيجة. ومش بعيد كمال بعد ما ساب الجهاز يتفرغ للملف ده علشان يرد كرامته. كرامته؟ وانت خليت له كرامة؟ منك لله. ما كنت سيبته في مكتبه وكنا عارفين اوله من اخره. انا؟ ايوه انت. وانا جيت جنبه؟ انت جيت جنبه برضه. ده امن الراجل ده في رقبتك انت وعمر الحسيني. وانت لا يعني؟ انا ماليش فيه، انا قاعد مكاني. يا سلام. سياف جهز المجموعة عشان تتحرروا، انتظر إشارة مني. على بركة الله. كذا مع الأكراد صاروا يحافظون وملاحدة. هي مو قصة ملاحدة ولا قصة ما في من الكلام يعنيها، قصة إنه في مواد الإعلامية منيحة أحسن من الأول. والشاب هاد بيشتغل مصور كمان؟ كل شيء، تصوير، إخراج، مونتاج. عظيم عظيم. ضموا للمجموعة بس لا تخبروا لآخر لحظة. عمرك سيدنا. سيدنا يوم آخر نهار بعدة هند، بدي بس استأذنك. أنا وعدتك يا نزار. مبارك. دي أقصى حاجة قدرت أجيب لك عليها موافقة. رجالتنا هيسافروا معاك عشان يحموك، تاخد فلوسك وتطمن، وبعدين هرجعوك هنا تاني. قلت إيه؟ أنا شايف إنه ديل مش وحش. أولاً هتسافر في حمايتنا عشان ما تروحش لوحدك. قدر الله حصل حاجة كده ولا كده، نبقى موجودين. ثانياً هتلاقي فين مكان أأمن من هنا. يا راجل إحنا شايلينك من على الأرض شايل. لحد إمتى هتضلوا شايليني؟ لحد ما إحنا وإنت نطمن. إنت تطمن على فلوسك وإحنا نطمن على بلدنا. موافق. بس السفر امتى هيكون؟ انا بعرف انه كمال طلع معاش وهذا الشيء هيقلل من نفوذه، بس هيك صار عنده وقت اكتر انه يدور علي. احنا جاهزين من بكره. اسمع اللي عندك واوزنه الاول. ليبيا. اول نشاط للشركه هيكون بليبيا.